طيب امتى بقى يكون الفطار ضروري؟ اولا الفطار يبقى ضروري ده قبل ما اصوم مبدئيا، لو انا لقيت ان تحاليلي تسمح. يعني ايه تحاليلي تسمح؟ يعني عندي انيميا مثلا، يعني في صوره الدم في تغيرات في صوره الدم. لو انا عندي انيميا وبعد كده بدات اصوم، يبقى انا وارد ان درجه الانيميا دي تزيد، خصوصا مع تلقي العلاجات اللي احنا بناخدها اللي فيه قطاع كبير منها بيأثر على صوره الدم. وجود انيميا ده هيخليني احس بكل اعراضها، الاجهاد، الاحساس بضربات القلب، تحملي للعلاج مش هيبقى كويس، استجابتي للعلاج مش هتبقى كويسه. ففي الحاله دي انا يا دوبك قادر اخد العلاج بشكل يعني منتظم، لان التحاليل بتاعتي مش قويه قوي لكنها تسمح بالعلاج. ففي الحاله دي ما اقدرش اضيف عامل جديد اللي هو عامل الصيام. فلو انا تحليل الدم بتاعي مش كويس، يبقى انا مش هقدر اصوم. كمان لو انا عندي خلل في وظائف الكلى والكبد، سواء من الاول او سواء بسبب ان الادويه ممكن تعمل تاثير مؤقت على التحاليل، في الحاله دي يبقى مش من المحبب ان انا اصوم برضو، لان الصيام ممكن يبقى ليه بعض التاثيرات. لما انا يقل سوائل في جسمي ده ممكن يأثر، خصوصا في الناس اللي هم في سن كبير شوية، بيبقى تحملهم لانخفاض او ارتفاع التحاليل بتاعتهم مش قوي قوي. كمان لو انا بقى خلاص صمت، التحاليل بتاعتي كانت كويسه في الاول وبعدين الدكتور قال لي اوكي انا مقدر اصوم فصمت، بعد كده بدا يحصل لي اسهال متكرر، بدا يحصل لي ترجيع متكرر، فزي ما انا قلت قبل كده انا خايف ان انا يحصل لي جفاف، خصوصا برضو في المرضى كبار السن اللي هم تحمل الكلى والكبد واعضائهم لنقص سوائل او املاح المصل في الجسم مش زي الناس اللي هم يمكن اصغر شويه. في الحاله دي ببقى انبه عليهم ان هو اول ما يحصل له اي حاجه من الاعراض دي، ترجيع، غثيان، يبقى انا بفطر على طول. طيب لو انا بقى عندي كمان حسيت باجهاد شديد اثناء الفطار، حسيت بعرق شديد، حسيت، يبقى انا ساعتها وارد ان يكون في تغير في تحليلي، تغير في حالتي العامه، تحملي مش قوي قوي. ساعتها برجع للطبيب، بفطر مباشره وبتناول السوائل، وبعد كده برجع للطبيب يحدد هل انا او يعيد تقييم حالتي، هل انا ينفع ابقى صايم ولا ما يبقاش صايم. كمان بقى في نوع ما ينفعش يصوم، اللي هو في انواع معينه من العلاجات بتبقى مستمره. بمعنى ايه مستمره؟ يعني هي بتتاخد على فترات متقاربه، الفترات دي ما اقدرش اقسمها مثلا كل 12 ساعه، فبالتالي مش هتبقى تقدر في فتره الصيام تنفع، ده بالنسبه للاقراص مثلا او بالنسبه لانواع معينه من العلاجات. كمان في بعض انواع الاورام اللي هي بتتعالج بشكل مكثف شويه، يعني زي مثلا اورام سرطانات الدم الحاده او الاورام للمرضى اللي هم بيبقوا محتاجين ان هم ياخدوا العلاج على فتره مستمره، يعني مثلا اورام القولون، اورام الدم، ممكن يبقى الدواء هو اصلا متصل بجسمه لمده 48 ساعه، لمده 5 ايام متصله، لمده 7 ايام متصله، وفي بعض في الحاله دي انا مش هقدر اصوم في الفتره دي. كمان في بعض انواع الاورام ما بعد انتهاء العلاج بيحصل هبوط حاد في صوره الدم وبعض التغيرات في التحاليل، ان انا في مناعتي بتوطى، الهيموجلوبين بيوطى، الصفائح الدمويه، في الحاله دي انا ما اقدرش اصوم. ليه؟ لان انا هيبقى تحاليلي تسمح بان انا اصوم، تحملي للصيام مش هيبقى كويس. وبوجه عام يعني المرضى اللي هم محتاجين انهم يتلقوا العلاج جوه المستشفى، ما بياخدوش كعياده خارجيه ويخرجوا ويروحوا، بيبقى علاجه المكثف اللي هو يتطلب انه يتحجز بوجه عام يبقى لا يسمح بان انا ابقى قادر ان انا اصوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان لو حصل لي زي ما اتفقنا اي اعراض جانبيه تطلب ان انا ارجع للدكتور تاني، حصل لي سخونه شديده، حصل لي اي نوع من الاعراض اللي تتطلب ان انا اتحجز في مستشفى، يبقى ساعتها انا غير قادر على الصيام طبعا، ولازم افطر على طول واتبع تعليمات الطبيب المعالج.